بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. إن شاء الله هنبدأ مع بعض ورشة عمل هنتعرف من خلالها على كيفية تصميم الشخصيات. هيكون شرح هنا على شخصية بسيطة، هنتعرف من خلال ورشتنا كيفية تصميم الشخصية وإزاي ممكن أحصل على التفاصيل دي بشكل بسيط. شغلنا هيكون على الماكس والزبرش، بس خلونا في البداية نتكلم عن تصميم الشخصيات بصفة عامة. لو بصينا على أي شخصية 3D هنلاقيها مكونة من 4 عناصر. العنصر الأول هو الموديلينج، العنصر الثاني الماتيريال، والريجينج، والأنيميشن. الموديلينج هو موضوع ورشتنا النهاردة، هنلاقيه مكون من 3 عناصر. 3 عناصر التصنيف ده أنا جبته من شغل النحت. لو بصينا للنحات مثلا هنلاقيه بيتعامل مع 3 عناصر. العنصر الأول هو الأدوات اللي بيشتغل بيها، ودي بيختارها حسب المادة اللي هو بيتعامل معاها، سواء طين أو مادة صلبة. في الشغل 3D احنا بنتعامل مع مادتين، البولي مش، وده اللي بنستخدمه داخل الماكس، او بتعامل مع الجسم ككتلة واحدة. وطبعا الماكس مش مستعد للتعامل بالطريقة دي، لان الموضوع ده بيحتاج عدد بولي كبير جدا، فعشان كده هنستخدم الزي براش، وهنتعلم ازاي ممكن انقل التفاصيل من الزي براش للمجسم داخل الماكس عشان نحافظ على عدد بولي قليل. العنصر الثالث هو اللي هو المجسم نفسه اللي شغال عليه، لازم اكون عارف كل حاجة هشتغل عليها قبل ما ابدأ. لازم اكون عارف برضو خصائص المجسم اللي شغال عليه. يا ترى هو هشتغل على شخصية، الشخصية دي مثلا شخصية عادية أو روبوت، أو هستخدم مثلا في أجسام حادة. فدي كلها حاجات لازم أكون منتبه ليها قبل ما أبدأ. خلونا الأدوات بتاعتنا، الماكس الإصدار الأخير فيه تطورات كتير تخص الموديلنج فيما يخص الأدوات. لو بصينا هنا مثلا احنا بنشتغل باستخدام الأداة هايبربولي، وده المسؤول عن التعامل مع المجسم. أيضا مضاف لمجموعة الأدوات الأداة دبل بولي مجموعة ضخمة من الأدوات الجديدة اللي تم إضافتها للماكس، وهي أدوات مهمة جدا. إن شاء الله هنتعرف على معظمها أثناء شغلنا. بس خلونا نتكلم اكتر عن المادة نفسها. هضيف هنا بس هعمل انسرت لوب. لو ضغطت على اي ايقونة شيفت تبدأ تظهر الخصائص الاعدادات الخاصة بها. هختار ايجو اعمل انسرت لوب تاني. تمام. لو بصينا على المجسم بتاعي هلاقيه مكون من 3 عناصر. العنصر الأول اللي هو الفيرتكس، العنصر الثاني اللي هو الإيدج أو الحاف، العنصر الثالث اللي هو البولي. ال3 عناصر دول ليهم خصائص لازم أكون عارفها عشان أعرف أتعامل معاها، وعشان أعرف أحصل على أي شكل محتاجه. الفيرتكس مثلا، القاعدة العامة إن الفيرتكس رباعي، بس أحيانا مثلا بيظهر مع الفيرتكس مثلا خماسي زي ده مثلا زي ده او ثلاثي. يبقى انا عندي 3 حالات فقط للفيرتكس، ثلاثي ورباعي وخماسي، غير كده مرفوض لانه هيبدأ يظهر مع تشوهات لما اجي اطبق السموز بتاعي عشان احصل على التنعيم او الشكل النهائي. الليج وده لازم اكون عارف ان الايجي ده
له مسار، والمسارات دي بحددها حسب خصائص المجسم اللي انا شغال عليه. فمثلا لو في تصميم الشخصيات مثلا بشتغل حسب العضلات، يعني مثلا لو بصينا لعضلات الوجه هلاقي العضلات دي لها مسار، فلو بصينا كده مثلا عضلة العين هنلاقي دائرية حوالين العين، فلازم يكون الإيدج بتاعتي دائرية برضو حوالين العين عشان ما يحصلش تشوهات أثناء التحريك. نفس الكلام في منطقة الفم والمنطقة الفاصلة بين العين والفم، فبيبقى ليها مسارات حسب العضلات بتاعتي. أيضا العنصر الثالث اللي هو البولين ده لازم أكون عارف إنه رباعي، وغير كده بيكون مرفوض. ممكن كحالة استثنائية يكون عندي مثلا بولي ثلاثي، وده ممكن اتغاضى عنه ولكن بشكل استثنائي، وفي نفس الوقت ما يكونش في اماكن ظاهرة، يعني مش يعني مثلا ما اجيش في منطقة زي الوجه مثلا واقول مش مشكلة سطح ثلاثي مثلا، لا لازم يكون كله رباعي. وهو بالتبعية للإيج فهيكون له مسارات نفس المسار بتاع الإيج. أيضا ما ينفعش مثلا أجي في الخط الفاصل بين منتصف الوجه ويكون عندي أي فيرتكس غير رباعي، يعني ما ينفعش يكون عندي مثلا هنا فيرتكس خماسي أو ثلاثي أو أيا كان، ما ينفعش، لازم يكون كله رباعي، لأن لو عندي أي فيرتكس تاني غير الرباعي هيبدأ يظهر عندي التشوهات في شغل. أيضا من الخصائص اللي المهم تكون على دراية بها بشكل كويس إن ال هعمل هنا سترود أوت عشان أوضح النقطة دي. لو حبيت أطبق هنا مثلا أداة السموز، لو بصينا في البداية هلاقي الشكل هنا رباعي، لكن بعد ما طبقت التربو سموث ظهر بشكل دائري. طب ايه اللي حصل؟ ليه الشكل ده جه تحول بالشكل ده؟ اللي حصل ان الفيرتكس حصل ما بينها وبين بعض عملية جذب، حصل بين ده وده جذب، ونفس الكلام هنا نفس الكلام بين هنا، فادالي الشكل الدائري ده. طب انا بشغل مثلا على مجسم الحافة بتاعته حادة، طب عمل ازاي؟ حلها ازاي؟ يا اما هاجي هنا اختار وهعمل هنا شنف بقيمة بسيطة، هلاحظ انه ظهر عندي هنا بولي ثلاثي، فلازم طبعا لازم احول هنا رباعي، لازم يكون الاوجه بتاعتي كلها رباعيه. فلو بصينا هنا بعد ما عملنا الشنف راح نلاحظ هو ادالي الشكل الدائري، بس حصل هنا حواف حاده بره، فعشان احصل على الحواف مثلا الفيرتكس هنا حاده فهضيف هنا الجنوب هنا نفس الكلام هنا. تمام، هبص كده هلاقي الحواف بدأت تظهر، مع الحواف حادة بشكل كبير، فلازم أكون عارف إن كل ما الفيرتكس بقت قريبة من بعض هتبدأ الحواف تظهر بشكل حاد. أيضا من الأمور المهمة انك تتعلم ازاي تعالج، انا هحسب ده ازاي اعالج المجسم بتاعي، يعني مثلا عندي بلين، والموضوع ده ما ينفعش اشرحه، لازم انت تدور وتشوف ازاي الموضوع ده بيتم. هضيف هنا ايدج، تمام، لو حبيت هنا اعمل بند كونكت
بدي أداة سريعة لعمل الكنت. لو عاوز مثلا أتبع مسار، يعني لو بصينا في الشخصية بتاعتي هنا، منطقة زي منطقة الجيب هلاقي جه دوران بالشكل ده. فأعالج الموضوع ده مثلا كمثال، نشوف ازاي ممكن نعالجه. طبعا الموضوع صعب، ما بقولش انه سهل، وهيحتاج منك تدريب كتير جدا. انا هنا عاوز احافظ على المسار وفي نفس الوقت ما يظهرش عندي البولي الثلاثي، اللي اخليه كله ربع. تعال نشوف مثلا، هعمل هنا روتيت للايجينا، خلينا نعمل نفس الكلام هنا. فلازم اعرف ازاي اتحكم في المسارات بتاعتي. عندي هنا ادوات البند، دي مجموعة من الفرش تتشابه الى حد كبير مع الفرش الموجودة في الزبرش، هنتعرف عليها. ممكن اتحكم في حجم الفرشة من خلال الضغط على شيفت كنترول، او اتحكم في تأثيرها من خلال شيفت الت، بتحكم في تأثير الفرش. لو بصينا هنا هلاقي البولي بتاعتي كلها بقت اتحولت في المنطقة هنا رباعية. ونفس الكلام لازم اتعرف ازاي اتحكم في الـ في الايدج لوب. مثلا هضيف هنا نفس الكلام هنا، مثلا فلازم اكون عارف ازاي اتحكم في الايدج لوب او الفيس لوب. دي كلها امور هي صعبة شوية، بس مع التدريب هنتعرفها. أهم حاجة تحافظ على الفيرتكس أو البولي بتاعك يكون رباعي، الفيرتكس ثلاثي أو رباعي أو خماسي، غير كده مرفوض. الإيدج لازم أكون عارف إزاي، إيه هي المسارات اللي المفروض يتبعها وإزاي أتحكم فيها، ولو حصل مشاكل إزاي أعالجها. الموضوع محتاج تدريب كتير عشان تتعرف. خلونا نبدأ في تصميم الشخصية بتاعتنا. قبل ما نبدأ في مع الشخصية، خلونا نتعرف على بعض الأدوات ديت. عندي مجموعة من الأدوات هنا. عندي مثلا insert loop، بختار ال edge وببدأ أضغط insert loop، أو remove، بعمل remove loop مجرد ما بختار ال edge على المسار وبعمل remove. عندي مجموعة connect وهي تطوير لأداة connect هنا، بختار مثلا ring كونكت وهي نفس الأداة الموجودة هنا، أو بعمل كونكت فلو هتظهر هنا تاني. عندي أداة انسيرت لوب وهي أداة سريعة لإضافة الانسيرت لوب. عندي باند كونكت
لو ضغطت على شيفت بيخلي عملية الكات في المنتصف. عندي كات الموجودة هنا ودي كلها عارفينها. ممكن اعمل روتيت للايدج عشان اتحكم في المسار. عندي هنا مثلا المجموعة يعني مثلا لو اخترت فيرتكس مثلا عاوز اخليه يتحرك على الايدج فقط، برضو من الادوات المهمة. ممكن اعمل تارجت وايد، بربط نفس الكلام مع الايدج، ممكن هنلاقيها موجودة هنا. تقريبا دي لأهم الأدوات بالإضافة لأدوات الإعداد أبو البولي. عندي الأدوات دي مهمة جدا. عندي مجموعة فرش تتشابه مع اللي أعرف الزبرش، ممكن أعمل نحت، بس لازم أنتبه إن الماكس مش برنامج نحت، فلازم يكون التعامل مع الأدوات دي بشكل محدود جدا. ممكن أعمل ريلاكس أو فلاتين، أخلي المجسم بتاعي مسطح. ممكن أعمل عملية جذب بين الفيرتكس وبعضها بالشكل ده. نويس مثلا بعمل تشوهات، تقريبا عندي شيفت أعمل تحريك، بضغط على شيفت كنترول بتحكم في حجم الفرشة، شيفت فقط بتحكم في الفرشة الداخلية، شيفت الت بتحكم في تأثير الفرشة. بعمل هنا موف، تقريبا دي تكون أيضا في المجموعة هنا البوليدرو من الأدوات المهمة جدا. برضو هختار مجسم تاني، هحاول الإعداد أبو البني. هنا لو حبيت أتعامل، لو جيت مثلا لو ضغطت على توبولوجي بعمل، لو حبيت أعمل بولي برسم خطين جنب بعض وببدأ أعمل توصيل ما بينهم بالشكل ده. او لو حبيت مثلا اشتغل على مجسم تاني بختار، بقول له هنا اختار لي المجسم ده، هلاقي اسمه ظهر هنا، هلاقي هنا بعد ما كنت شغال على الشبكة هلاقي لا، بقى ممكن اشتغل على المجسم نفسه. او ممكن مثلا اقول له خلي المسافة بين خلي لي مسافة بين الجسمين وبعض بالشكل ده، بيبدأ مهم جدا. ممكن أعمل سبلاين يعني جسمين، لو اختار سبلاين. عندي مثلا لو حبيت أعمل شجرة مثلا، هذا مفيد جدا برضه. عندي برضه استبدال، لو ضغطت على شيفت كنترول وببدأ أعمل بين الجسم عشان أحصل على التيبولوجي بتاعي. الأدوات دي مهمة جدا عشان لو عندي مجسم مثلا شغال داخل الزبرش وعاوز انقله احوله من هاي بولي لو بولي، الموضوع ده برضو مهم. عندي مثلا سترود لو ضغطت على شيفت بيبدأ يعمل لي
ناس من غير اي اختصار. لو جيت كده ممكن اعمل بناء برضو، ادوة مفيدة جدا. بالشكل ده عندي دراج او موف من غير اي اختصار، بحرك الفيرتكس، كنترول بحرك الفيس، الشيفت بحرك الايدج بالشكل ده. عندي كمان مجموعة سيلكت هنا برضو، مجموعة مفيدة جدا. لو اخترت ايدج بالشكل ده قلت له رينج، بيبدأ يختار لي واحد ويسيب واحد. ممكن اجي هنا مثلا واقول له لا خليهم اتنين، هعمل بس اضافة هنا مش عشان الموضوع يبقى واضح. اختار ايدج وهقول له انا هنا اخترت خليتهم اتنين، فلو جيت هنا هلاقي سايب لي فرق اتنين. عندي هنا رينج مود، بختار الرينج بشكل سريع، او لو مود مجرد ان اضغط كده اختار. عندي برضو لو اخترت الايدج واخترت الجرولوب ببدأ بالشكل ده او بالعكس. فهي مجموعة ادوات مفيدة جدا. عندي برضو ادوات بلين بيحول المجسم للسطح، ممكن على المحور اكس او واي او زد. ايضا عندي اداة هنا ان هي سموث وهارد، فلو جيت هنا مثلا اختار المجسم ده، فلو قلت له هارد هلاقيه حول المجسم بالشكل ده او سموث. هو مضافش اي ايدج زي مثلا ما بيعمل التربو سموث، لا هو مجرد بيحول الرؤية فقط لهارد او سموث. تقريبا دي الادوات المهمة. باقي الادوات هي نفس أدوات ال Editable Poly اللي المفروض انت على دراية بيها كويس. خلونا نبدأ في الشخصية بتاعتنا. عمل Reset، هفتح الفوتوشوب، ده ال Blueprint بتاعي اللي هشتغل عليه. أهم حاجة عندي المسقط الأمامي والمسقط الجانبي، ودول الأساسيين عندي. خلونا نشوف ازاي هعمل. هختارهم كنترول سي كنترول ان، هراعي هنا ان تكون الأبعاد للطول والعرض متساوية. كنترول في، هقول اسمه كنترول تي، بشكل سريع. احيانا بيكون البلو برنت بتاع الزراعة الشخصية بيكون لي تحت او مفروض كده او كده، ما فيش مشكلة. حبيت تفرد الزراعة الشخصية بالشكل ده ما فيش مشكلة، عاوز تسيبه لتحت برضو عم. اوكي هشيل الاضافات دي. هرجع على البرنت بتاعي، اختار المسقط الجانبي كنترول سي كنترول في كنترول تي، براعي ان يكون في تطابق عشان ما حصلش مشكلة. تخلي الأنف مع الأنف ومنطقة الدقن هنا تمام، البطن تمام كده تقريبا. هزف الإضافات دي،
هحفظ ال بشكل عكس، مش مشكلة. هدخل داخل الماكس، هعمل بلين، هخلي الأبعاد بتاعته متساوية، هنقول مثلا 200 200، الإحداثيات بتاعته 0 بالشكل ده. هضغط على الماتيريال اديتور، اختار فرونت، هرفع الكلر هخليه 100 كده، تمام. هضغط هولد شيفت 90 درجة، وهختار الصورة التانية، المسقط التانية، في السريع عشان الرؤية، هخليش الشخصية بتاعتي في منتصف بالظبط كده، تمام. هخليهم فوق الشبكة، هعمل مسقط جنب اليمين، هعمل كده البلو برينت بتاعي جاهز للشغل. كليك يمين بروبرتي، هحول له فريز، وهتأكد من ان شو فريز ملغي كده، خلاص. وكده يبقى شغلنا جاهز. نبدأ تكوين الشكل العام، هعمل بوكس، هراعي يكون الإحداثيات بتاعتي خاصة بالبوكس ده 0، هحوله لأداة بولي، وهبدأ أشتغل على الجسم بتاعي، هضيف هنا إيدج في المنتصف، وهبدأ هنا اللي يجي في منتصف، هقوله لوب، هقوله سبليت، واختار الجنب ده، هقوله ديليت، وبعد كده هضيف سيمتري، الجنب التاني هظبط المنطقة دي عشان الزراعة بالشكل ده كده، هضيف هنا ايجي لوب كمان، اختار الفيس الوجه اللي تحت واقول لوكس درون،
حاجة في القوة الداخلية دي، تحذف أي وجه داخلي عشان ما يحصلش مشاكل مع أداة سيمتري أو البلين. أحدث هي تاني صفر، تمام. حاجة هنا هعمل insert loop، وعمل هنا insert loop تاني، وحاجة هنا أحذف الوجهين دول، أختار كان shift أو ممكن بشكل تاني أعمل كاب أو نوكس ترود بالشكل ده، وهقول له هنا خلي لي الأوجه الإيدج المحيطة بالأوجه متساوية، فبيطلع معي الشكل دائري. عشان ما يحصلش مشاكل هعمل هنا insert loop، تمام. الزراع extrude، هحذف الايجي ده وهقول له خلي الزراع بتاعي دائري بالشكل ده، وبعد كده هوصل النقطتين دول لبعض بالشكل ده. هبدأ هقول له اختار، ممكن قبل ما اختار هقول له insert دي منطقة البطن، تمام. هقول له extrude، هبدأ أخلي لحد كبير الأوجه يكون حجمها متساوي، يعني ما جيش في منطقة مثلا أخلي عدد الأوجه كبير وفي منطقة عدد الأوجه قليل، لا لازم يكون تقريبا نفس الكثافة الشكل ده. أضيف هنا الجلوب، تمام، وهضيف هنا كمان الجلوب بالشكل ده عشان اقدر اصدر الجسم بتاعي للزبرش من غير ما يحصل مشاكل. حاجة هنا منطقة القدم سترود، تمام، ممكن
أبدأ أضيف هنا. احنا بنكون الشكل العام فقط. هاجي هنا وهعمل اختار ده كده، هحاول انه اعمل اضافة هنا كده منطقة الرادة. هتأكد ان ما عنديش اي وجه في منطقة الربط عشان ما يحصلش مشاكل مع أداة سيمتري. ممكن نضيف ايدج هنا بالشكل ده. كده نكون كوننا الشكل العام الخاص بالشخصية. ان شاء الله الدرس القادم هنتعرف ازاي اظبط الشكل ده على الزبرش، هنتعرف على ادوات الزبرش وازاي نتعامل معاه. هنتكلم ان شاء الله كيفية تحسين الجسم بتاعي مع برنامج الزبرش. إن شاء الله نكمل الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.